السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع. في كانتي جديد ليوم الغد، يوم الأربعاء، في تيران ديال لافال، اللي غيكون في الرينيو ان، في الكورس الأولى انترناسيونال كورس ا، تكون واحد البريد القيمة ديالو 53,000 أورو، كتكون 2850، 16 ديال الخيول. إخوان، بالنسبة لهاد الكانتي كاين بزاف ديال الخيول غيكونوا كذلك في الديليسي كما كتشوفوا، الكنز جيكولو لوفر غويشا سبيد في جي دو دولار، يعني خيول قوية وكتكون ما وجداش. ربما انا كنتوقع ان هاد الخيول هادو غادي تبريباري الكرون ناسيونال دو تروت، ربما غتدخل في الكرون ناسيونال دو تروت في الدوزيام ايطاب، تروازيام ايطاب ربما. بالنسبة للتوكار غيكون 5 و1 و10 و6 و3. بالنسبة لي فافوري كي لويت اونس تريز شوندرين، هاد العود اللي غادي يكون، ما عرفتش كيفاش هاد العود غيكون بالخيول مرشحة وعود يستحق، ولكن يستحق الإخوان، العود يستحق، ولو أنه عنده رون، لو أنه غيكون فيري، ولو غيكون فيري يستحق. دونك ديروا منه اتونسيون الاخوان، لانني انا ما حطيتوش في لا سيليكسيون، لانه عاود فيري من تيفيراج فيري، هذا لا يعني انه يعني كيدير الازدواجيه، هذا هو باش نقدروا نزيدوه، تيدير الازدواجيه في التيران. احسن دوكار عندي الاخوان اللي غيقدر يكون انا عندي ثقه هو العشره فلاور باي ماغالو. العشرة هو اللي جرى لينا في الكرو ناسيونال دو تروت، وكان في الديليسي، داعود كان في الديليسي، نهار كان جات الكاتورز، تروا كاتورز انديس ايستر او ماي لايف، اللي كان دار لينا كاترياف مية وزيادة، هدا كان مشى معاه، ولكن هذا كان في الديليسي، كان بعيد كل البعد. الكانتي ديزوردر اللي كان وصل 17 مليون، هو كان مشى بمية وتمانية وخمسين في الدوزيام بوطو، كان مشى عليه جيندرو، وهذا كان مشى عليه فيرفا بمية وثلاثة. ايستون اوف ماي لايف، باقي عاقل على هاد الكاتي انا. على كل حال اخواني الكرام، كنربح فور باتش رقم ثلاثة اللي كنضرب كاني، وكان تروا كاتورز اس، تروا كاتورز اس تيس كينز اي بيغتون جيل مور غاليت ستيت، كانوا خسروا هانا، كانوا خسروا ايمون كور بلين كوين ايدال غودين، وي كل الخيول كانت تقصات. انا داك في داك الكانتي اللي كان دار 17 مليون في الديزور، دونك هذا هو العود اللي جاي ليهم، حتى هو غادي يكون ان شاء الله غدا الثقة بنسبة كبيرة فلو باي ما قالوا. ربما هو سبيسياليست في التيران، سبيسياليست في لا ديستونس طويلة، وخا ما عندوش المشكل في الدوزيام بوطو او لا البروميير بوطو. فلاور باي ما قالوا، ربما عنده الديرنيي سوكسي، وقيلا لا ما عندوش الديرنيي سوكسي، وغيكون في الاوتسايدر مع الاونز، تا هو من الخيول تاهي اللي غتكون باز، وقيلا على ما اظن الجريكو بيلو دي كولوراسيون، كان يعني عاود يستحق الاخوان. 69 واش الكرون ناسيونال دو تروت، الكرون بري دي كونساي ديبارتمونتال دو لا مويان في الكورس، ولكن كان في البروميير بوطو، كانوا مع خيول قوية اللي شاركت لينا ربما في البري داميريك، من بينهم دي كولوراسيون شارك لينا في البري داميريك، ما دار والو على ما اظن التوقع ديال بريد امريك، دار ديسكاليفي. على كل حال اخواني، ما طولش عليكم هاد لا فيديو هذا. بالنسبه للاختيارات ديالنا، غادي ندخلوا داك العود ديال جون دريم،
جون دين ما عرفتش النيميرو ديالو اللي عنده، نعيدو داك السيس، نخليو الطريز يعني. العشرة غيكون باص الخوت، العشرة راه باص، العشرة غادي يكون باص. المهم بلاص داك السيس غيكون طريز. دونك الخيو اللي غيكونوا عندنا في الدوزيام بوطو عندنا الأونز و ديس و طريز، الأونز و ديس و طريز. الخيو الأخرى اللي غتكون في الدوزيام بوطو ربما شكون هو اللي غيكون في الويت و الناف و الديس و الأونز و الدوز. عندنا تا الدوز، الدوز نسيناه واقيلا، عندنا الدوز، عندنا الدوز. دونك عندنا بزاف ديال الخيول في الدوزيام بوطو، هذا يعني ان الكرسي غادي تكون ضروري بالبروميير بوطو اللي غيكون فيها الان والدو والكات، الان والدو والكات والزيت. البياج 7-2 اخوت، البياج غتكون 7-2. ممكن الاخوان اللي تايق بيهم بجوج يبازي بيهم بجوج، اللي تايق بواحد. المهم غادي نبارطاجي معكم، نبارطاجي معكم فرانش شوفالتير في الدوسير كات، والفافوري وباتخ لو فافوري والباساج اوبليجي. غادي نبارطاجي معكم ضروري 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 باش تكملوا الخدمه ديالكم الاخوان وطيحوا الاوردر. انا هديت ليكم العشرة باص، العشرة غادي يكون باص. اللي ما بانش له في العشرة راه غادي ياخد الأونز والدوز، هما أونز والدوز راه تا هما من الخيول القوية الإخوان. الخيول الإيترونجية فيها ويت ناف، واش الويت والناف غيطلعوا في هاد الخيول الأجنبية؟ باسي ديال لاكورس هل هناك أو لا؟ نشوفوا الباسي ديال لاكورس. كاين واحد العود تيب أ، هو العود الإيترونجي تيب آه، يعني كان في البروميير بوطو، كانت لاريفي في البروميير بوطو، كانت فافورية قرعة، كانت نفسي ست سانك دوز فافوري فافوري. هنايا كان واحد العوية دو 69، كانوا جوج الخايل في الدوزيام بوطو، و الديكولوراسيون فلاور باي ما قالو كان جرا لينا في 2000. هادشي اللي كاين اخوتي، تحياتي ليكم، خليك لكم الراحة ومع السلامة.